شوكليت وفانيليا. انا عايزه بطانيه عايزه 12 جنيه ليه يعني بطانيه 12 جنيه عادي ربنا فراغ 13 ايه يعني 12 جنيه كتير قوي بس ده ريحه كايزر ب 7 جنيه يعني مش مشكله مش تفرق يعني خلاص انا عندي بس هجيب برطمان ماشي انت عايزه ايه عايزه فراغ عايزه فراغ انا ايس كريم شوكليت فانيليا حساب كام لو سمحت ادفعي لنا بقى عشان مش كل مره انا اللي بدفع وانا اللي بدفع التاكسي معلش يا ستي خليها يلا بس نجيب طب في ورقه نروح طيب نزلنا دكتور عشان عندنا بوستر يا بنتي بعد بعد مرور حبة وقت فالميديا المناسبة كانت الموركس بتاعت أقوى
عملنا سيرب ديليوشن وسبريد بليك ميست، وعملنا بدأنا ان احنا نعزل من تو داي من الديليوشن، عملنا مونستوك وديليوشن 10 اسال 2. بدأنا ان احنا نعمل نعزل الاول طبعا كل التكنيكس الموجوده، عملنا سترايزيشن مكان احنا بنعمله كل شغلنا كان في فليمز بتوين فليمز، وبعدين ان احنا بدأنا ان احنا حضرنا الميديا وعملنا الميديا وظبطناها وحطينا فيها روز بنجان وحطينا قرآن في الكون علشان احنا نقتل البكتيريا عشان احنا عايزين نطلع يسس الأرض. بعد كده عملنا بعد كده حضرنا لمدة 7 أيام طلعت هنا يسس بس الفيروس بتاعها قليل جدا، فحطينا تاني فطلعت هنا فنجي بقى، يعني كان في فنجي كان في يسس كان يعني كان في اورجانيزم كتير وكان اوفر كاونت جدا جدا جدا. كانت ريزلت عندنا ده في الستوك سوليوشن والديليوشن كانت زي ما انتم شايفين ماكسيمم، يعني كان السي اف يو 144 192 يعني ماكسيمم 200 يعني نفس كتير قوي. كان في كمان فطريات وفطريات الاوفر دوز كانت عاليه جدا. وديت الجراف الباي شارت اللي احنا عملناها كويس خالص في الاماكن، ده اس 1 ده كان في الشوكليت، وعندنا ده كان في حاسوب وده في الاورنج بتاع شكل الاطباق يعني رهيبه الصراحه. دلوقتي الكومنت والريكومنديشن اللي انا طبعا لازم نعرف ايه السبب. اول حاجه بنرجع للدوكيومنتيشن، كان واضح في الدوكيومنتيشن ان مثلا الراجل اللي كان جمالي يعني حاجه ما كانش بس ايده، كان بيستخدم حاجه مكان حاجه، فده طبعا ممكن يبقى سورس للمايكرو اورجانيزم وخاصه الايس. طبعا الايس بتبقى اصلا موجوده دايما في الليكويد، فكان طبيعي قوي ان يحصل ايس بعدد كبير. دلوقتي الايس اصلا او عامه احنا خدنا ان الايس في الفرجيه بتبقى سورس للمايكرو اورجانيزم واخر توكسنز، وده طلع معانا اسبابيلس فلورس وده ممكن يبقى سورس للاخر توكسنز. كان دكتور احمد قال لنا ان التوكسنز يعني احسن حاجه هي ان احنا يعني نمنعها من الاول، ان هي صعب ان احنا تعملها اصلا تريتمنت او كده. فاحنا كنا بنعمل ريكومنديشن ان احنا مثلا لو في مثلا اماكن تخزين نحط مثلا الالتا فايلوت بلانت او حاجه، او مثلا يبقى النظافه عامه بشكل مستمر عشان ما يحصلش يبقى في اصلا كونديشن من الاول. وبرده ريكومنديشن ان احنا كنا عايزين دايما الجفرمنت تعمل تشيك دايما السوبر ماركتس وان احنا ناخد بالنا ومن يعني ناخد بالنا ويعملوا يجربوا الحاجات دي عشان ما يوصلناش الامراض دي. شكرا.